الأسبوع الماضي في الليل دخلوا علينا عصابة وكسروا الخزنة وسرقوا كل فسرقوا كل ساعاتنا، مجوهراتنا، ذهبنا، فلوسنا، كل شيء كان في الخزنة شلوه وخلوا لنا إياها فاضية ومكسورة. فطبعا ما أقدر أشرح لكم الرعب اللي احنا كنا عايشين فيه أول يومين. فعلا والله العظيم ما قدرت أسكر عيوني أبدا، ولين الحين أنا ما أعرف أنام بالليل مفتوح، ولكن الحمد لله على كل حال. أهم شيء أنهم مسكوهم، وألف ألف ألف شكر، والله يعطيهم ألف عافية، والله يحفظهم يا رب شرطة عمان السلطانية. فنصيحة سريعة، سكروا عليكم الأبواب وانتو نايمين، سكروا البيت، حطوا ألارم سيستم. أي نعم احنا عايشين في من أأمن الدول في العالم، ولكن للأسف الناس اللي يدخلوا بلادنا فيها الزين وفيها الشين، فأنت ما تعرف إيش ممكن يصير، فأمنوا بيوتكم.